هلا بالزين هلا بالحب. سبحان الله الانسان ذا ارتاح نفسيا لا قعدت معه. اي والله يا حبيبي العشاء وينها؟ ما بعد استوي الحين دق علي 4 أو 5 مرات وعصافير البطن شقاله واخر شيء ما بعد استوي العشاء. ها والله ما بعد دعوة انا اللي قطعت الغداء ما شاء الله تبارك يا الزين. يا اخي الانسان ذا انيق والله والله انيق ذا والله يا جماعه الخير ما شاء الله تبارك الله. هذا مطعم جاي مسوي لك الترتيب ذا كامل. هذا مطبقاتي دق عليه اسم المطعم مطبقاتي. يلا ترى اسمه مطبقاتي يا جماعه الخير. شوف النهار الزين ولحمه ترى فريش والله ما عنده لا مثلجات ما مثلجات اقول ترى ذيك ترى لا يكون المطعم لك بس لا والله العظيم ولو بعلان ولا شيء نضحك يا اخوي نضحك ما شاء الله تبارك الله شزين شل